في فقرة الخياطة عندنا كوفتيير أو غطاء الإبريق، تبعوا معايا تفاصيل الخياطة. حاجة هي الفصالة. كيفاش غادي نفصلو؟ غادي ناخدو كما كتشوفوا عندنا ثوب خاص، يعني ثوب اللي غادي حنا غادي نختاروه بالذوق ديالنا، وعندنا اللواط يعني مقدار تقريبا نصف متر او اقل من نصف متر على حسب القياس اللي عندنا ديال الابريق. هنا عندنا الابريق كناخدو العبار طبيعة الحال بالسنتيم، كناخدو من النقطه الفوقانيه حتى النقطه التحت، وكناخدو كذلك العرض ديال الابريق، كنخليو واحد 2 سنتيم من فوق ومن العرض، يعني من الطول ومن العرض. طبيعة الحال اعطاني تقريبا 22 سنتيم مربع، يعني 22 سنتيم فوق و 22 سنتيم في العرض. غادي ناخد يعني دائما في الظهر ديال الثوب كنطراسي 22 سنتيم من الاعلى و 22 سنتيم من العرض، يعني من الارتفاع والعرض. نفس الشيء كما كتشوفوا كناخد هنا القياس، وهذاك الشيء اللي غادي يبقى لكم كتختاروا منه دي بوند اللي غتستعملوهم بي. هنا كناخد الدوره طبعه الحال ملي كنطراسي مربع كندور غير باليد ديالي هذيك الدوره اللي كتشوفوا، وكنقطعها كنحصل على جوج ديال الاغطيه اللي غادي يكونوا متساويين طبعه الحال. الان كما كتشوفوا حنايا فصلنا بهذه الطريقه. هنا كيبقى فقط كندخلوا دي موتيف، وتدخلوا هذا الموتيف مثلا هذا الثوب فيه يعني ديال القهوه، فيه كوبتشينو، فيه يعني كافي، المهم بغيتوا تدخلوا واحد الجيب على هذا الشكل. الجيب غادي نستعملوه في مثلا تحطوا فيه ليتيزان، تحطوا فيه السكر، تحطوا فيه ملعقه صغيره. ممكن هنا غتدخلوا بهذه الطريقه، انا عطيتكم فكره. ممكن غادي ندخل انا طريقه اخرى كذلك، غنعمل غير جيب صغير. هنا ممكن تستعملوا هذا الجيب طويل بهذا الشكل، مثلا في الجوانب تستعملوا فيه مثلا ملعقه. غادي نفصل الان اللواط. الان كنوضعوا الاغطيه بجوج وكنفصلوا عليهم اللواط، خاص يكون نفس العبار. قبل الخياطه يعني غنوريكم الشكل النهائي. غادي نوضع كما كتلاحظوا هذوك الكروات اللي كيكونوا في اللواط، هادو خاصني نخرجهم بالخيط، بالخيط يعني نخرجهم على الوجه، خاص يبانوا في الوجه ديال الثوب. من بعد عاد كنحط الجيب يعني حتى كنخرج الكروات او المربعات. يبقى لي واحد شويه ديال الثوب باش غنفرش يعني الابريق، يعني باش نحط عليه الابريق نفس الشكل. اذا ان شاء الله غنبداو الخياطه بعد ما فصلنا الكوفر ديالنا كما كتشوفوا، يعني هادو بجوج. غادي نحاول نخرج هاد لي كارو اللي كتلاحظوهم، كاين اللي كيكون لواط فيه الكارو صغار، كاين اللي كيكون لواط فيه الكاروات كبار. ولكن بالنسبه لي تخوسو دو كويزين او لا ديال سال دو بان او لا ديال بيبي، خاص يكون بالاحسن يكونوا كبار باش كيبانوا، تعطي واحد المنظر زوين. اذا دابا غنحاول نخرجهم ومنكملهم غتلاقاو ان شاء الله. بعد ما يعني خيطنا هاد اللواط ولقيناه يعني لصقناه مع الثوب، هنا جا دور هاد الجيب كتزيين، يعني هاد الجيب هذا اللي غادي نوضع فيه مثلا هنايا غنوضع فيه اما السكر اما ليتيزان، لي ساشي ديال التيزان كيجي منظر ديالو رائع. وبالنسبه لهاد يعني مثلا هاد الاسم في الثوب كابوتشينو مثلا غادي نوضعها في الوسط بحال هكا، عندكم اختيار باش غتزينو من الفوق. هنايا غالبا كيكون اما سامبل عادي تخليوه عادي، اما ديروا فيه هذا الجيب صغير، اما ديروا فيه جوج او ثلاثه على حسب هذا الطول هذا. كتوضعوا فيهم مثلا سكر، اي حاجه، لتيزان، اعشاب منسمه، يعني كيكون مرافق في نفس يعني الابريق. اذا دابا غادي نوضع هذا بعد ما لقيت اللواط والاول. الان غادي نجي وغادي نوضع هذا الجيب، هذا الجيب طبعا الحال غادي نخيط
واحد 0.5 ديال الخياطة باش نفيني. من بعد نبى ما كتشوفوا يعني راني لقيت هذا راه جايب راه كيدخل هنا وهنا مسدود طبعا الحال. اذا هنايا غادي باش غادي نلاقي غادي نجيب الوجه على الوجه، يعني الوجه على الوجه بهذا الشكل هذا، لواط من هذه الجهه لواط من هذه الجهه الوجه لداخل. ولكن غادي ندير واحد لاسوس صغيره، هاد لاسوس غادي ناخذ من التو طبعا الحال، غيكون انا خديت هاد التو يعني بن القهوه يعني شكل بني، بما ان هاد لو تيم ديال التوب يعني على الكافيه القهوه اي حاجه. المهم هنايا غادي ناخذ هذا، غادي ناخذ واحد القياس تقريبا العبار صغير يعني ما يكونش بزاف، يعني هنايا عندنا العرض تقريبا 3 سنتيم والطول 10 سنتيم. هذا شنو هو هي العلاقه ديال لاتير، يعني هذيك هاد ديال الكوفغ عفوا ديال الكوفغتير، يعني هنايا غادي العلاقه يعني معنيتها غادي نشد باش غنشدها نعلقها هكا في الكوزينه ولا كويزين ديالنا كنعلقوها باش كتبقى لنا محفوظه يعني ما كتجلاش لينا. هنا غادي كيفاش غادي نعمل ليه، بطبيعه الحال غادي نشدو بهذا الشكل كما كتشوفوا وغادي نطويه عادي على اثنين. الى ما تبتش ليكم تقدروا تصلحوه بالمصلوح، ما بغيتوش ديروا مصلوح غادي ديروا غير الفنيته هكا سامبل يعني غير باش تشد ليكم. غادي ندوز واحد سنتيم ديال الخياطه باش يتبت لينا. هنا غير باش نثبتو يعني باش يجينا ثابت، هنا غادي نعاود نطويه بهذا الشكل هذا باش كيعطينا هذيك العلاقه يعني الشكل ديال العلاقه كما كتشوفوا باش نعلقوها مثلا في الكوزين. كيفاش غادي نعملوها هنايا، غادي ناخذوا هذا كما كتشوفوا وغادي ناخذ نصف ديال هذا الكوفر، يعني النصف بهذا الشكل غنكرونتيه او لا تعلموا باي حاجه يعني النصف باش غادي تجينا هاد العلاقه في النصف باش ما تكونش واحد الديكراج في دائما كتاخذوا النصف وكتكرونتي او لا كتعلموا بلاكري. هنا كناخذوا بهذا الشكل كنجيبوا لداخل بحيث هاد يعني كتكون جهه مسدوده لداخل وكنحطوا بهذا الشكل باش غندوز عليه السنتيم غنشدو مزيان بالفنيته. الان غادي ندوز السنتيم ديالي، يعني شوفوا نتوما شحال خليتو واش سنتيم ولا 2 سنتيم. اذا هنايا كنطابق مزيان كنشد بالفنيت دائما باش ما يهربوش لينا، كنشد الفنيت مزيان كنقاد وغادي ندوز دابا السنتيم كامل، يعني غندوز السنتيم بهذا الشكل كامل. من بعد غنتلاقاو باش غنفينيو يعني الجهه التحتانيه باش غنفينيوها طبيعه الحال كما قلت لكم غنفينوها من نفس الثوب. ممكن تستعملوا البي ولكن دابا مع يعني مازال ما حلوش صحاب البي وصحاب الفورنيتور ديال الخياطه، فانا غنديباني من الثوب نفسه يعني من الثوب نفسه شيط باش غادي نديباني. هنا بطبيعه الحال كنقطعوا هاد الزوائد اولا كندوزوا واحد السرفلاج من هنا باش كتفينا من الاحسن. هنا غادي نقطع يعني كنقطع غير هذوك اللي زايدين باش من غادي نقلبوها ما غاديش يجينا يعني ما عندكش القضيه كتجينا مسرحه وكتجينا زوينه يعني مفينيه. نحاولوا ما ندخلوش في الخياطه بطبيعه الحال، يعني نحيد الكرونتيو نحيد غير الزوائد فقط. هاشي جات لكم تخليو 2 سنتيم من الاحسن، 1 سنتيم كتخيطوها و 1 سنتيم ديال السورجي. هنا كما كتشوفوا غنقلب نحاول نخرج الجوانب مزيان كما كتشوفوا.
بالنسبه لبيه طبيعه الحال كناخذ هذا الثوب كما كشتو اللي خدينا فيه طبيعه الحال العرض 4 سنتيم والطول كناخذ الطول ديال يعني ديال هاد الدوره اللي عندنا. انا يا اصلا فصلت يعني جوج غير احتياط، ولكن يعني هي غتقدني غير وحده فقط، يعني سنتة وحده الطول ديالها تقريبا العبار اللي عطيتكم ديال الثوب غادي يقد هاد العبار، الطول ديالها تقريبا 60 سنتيم يعني دوره كامله يعني 30 في كل جهه. اذا هنايا كما كتشوفوا كناخذ من يعني من الكوان حتى الكوان، يعني من هاد النهايه حتى لهاد النهايه كنوضع بهذه الطريقه، يعني تكون عندنا هنايا الداخل يعني ماشي على بر، هذه هو الوجه، الوجه خاص يكون نقي. اذا حتى هذه اش كنحط؟ كنحط الوجه على المقلوب ديال الثوب، يعني على الظهر ديال الثوب، كنحط الوجه على الظهر ديال الثوب، كنجيبو كنفوت واحد شويه باش كيجيني مفيني، كناخذو بهذه الطريقه وكندير واحد الفنيته غير باش ما تلعبش ليكم البيي، وكنبقى ندورو بهذا الشكل، يعني كنبقى ندورو بهذا الشكل، كنخلي دائما الفنيتات حدايا غير باش يعاونوني باش ما يهربش ليا الثوب ويوقع واحد الديكالاج. هنا كنجيب وكنرجع بنفس النقطه، يعني كنرجع لنفس النقطه، الا كان شايط راه غادي تقطعوا طبيعه الحال. هنا كما كتشوفوا غادي نقطع واحد شويه لانه شايط، اللهم يكون يعني زايد ولا يكون ناقص. اذا تقريبا خدا لينا تقريبا 57 سنتيم. اذا هنايا غادي نبدا اول حاجه غادي نعمل غادي نخيط، هذه هي الاولى باش تشفينا، يعني غنخيط هاد الدوره عاد غادي نلاقيها بالطريقه اللي وريتكم، غندوز السنتيم وعاد غادي نقلب ونفيني حتى نوريكم ان شاء الله. اذا هنا بعد ما خيطنا كما كتشوفوا راه بهذا الشكل غادي نكرونطي، يعني غادي نقص هاد الزوائد باش غادي يعاونني من غادي نقلب البي، يعني غادي يعاونني باش ما يكونش عندي واحد ما يجيش يعني غلاط بزاف كتجي فينيا. كنقص من هنا وكنقلب، ها هو الوجه، دابا انا قلبت الوجه فوالا كما كتشوفوا. دابا غادي نجي بهذه الطريقه، يعني كما كتشوفوا دابا انا غنوريكم من الاول. دابا حنايا خيطنا على الظهر البي وقلبناه باش يجينا الوجه على الوجه، يعني الوجه ديال البي مع الوجه ديال الثوب. الان غادي ناخذ بهذه الطريقه وغادي نجيب يعني هنايا باش غادي نفيني، غادي نعاود ندير 1 سنتيم باش يجيني بهذه الطريقه، وغادي ندوز السنتيم ديالي اولا 0.5 من الفوق، يعني انا قلبته باش غادي ندير لوغلي ديال باش يجي مفيني، وغادي نعاود ندور يعني هاد 0.5 على البي كامل باش يتفينا ليا. اذا كما كتشوفوا معايا راه فينيتو من تحت كما كتشوفوا من نفس الثوب، تقدروا تفينوه يعني من كما قلت لكم بالبي، هذا نفس الثوب كيجي احسن. طبيعه الحال الوجه هو هذا اللي فيه الجيب اللي غنحطوا فيه كما قلت لكم التيزان وكل شيء. اذا نوضعوا جانبا هذه العلاقه اللي غنعلقوها مثلا الا كنا في لاكويزين باش نحتفظوا بها. المزايا ديال الكوفر ديال التيار هو كيخلي مثلا الشاي سخون يعني بالحراره، لان عندنا هاد لاباط وكيخلي يعني وعندو شكل جميل كيحتفظ لنا على الابريق. بالنسبه للسوتير اولا باش علاش غنحطوا الابريق، اختاريت هذا كما شفتوا فصلناه مربع عادي صغير على حساب يعني هذيك الدوره ديال الابريق من تحت ما كتكونش كبيره بزاف. غادي ندير نفس العمليه، الخياطة نفس العمليه، يعني غادي نخيط لي كارو غنخرج على برا، وغادي ناخذ نفس الثوب كذلك باش غادي انفيني وتشوفوا معايا ان شاء الله كيف. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الدعم ديالكم بالاشتراك وتفعيل الجرس.